سير دير البافيت ديالك، دير البافيت ديالك. لا يلاه سر هذه راه مزيانه كاع، حفظك الله يا عمي. حفظني الله، راه كنت رمي راه كنشوف فيها لو كان كتبان لي واحد شويه شويه هنايا. ها؟ زعما جاتني هنا في الحنك ما يخليش فيا، راه دراسي يشرق يشرق، زعما جات في الودن وفي العظم في الراس. على 6 الصباح انت يلاه جاي جاي غادي لدارك انت يا الله جاي طالع للدار ديالي الليل كامل وانت عاس. اه راه هذه الشركه راه خدام فيها ديما يلاه جاي من الخدمه. حفظك الله يا عمي. الله فين فين هو؟ ما يقدرش ما يقدرش. دابا حتى هاد البلاصه جات القنطره والحد كتكون الدنيا خاويه كيستغلوا خاويه استغلوا هما. وراه السيد راه سمعتي قال لك ديما كيكونوا هما ديما كيكونوا. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم بكم في هذا المباشر من منطقة البرنوسي. أول حاجة كنقولوا للسيد على سلامته، لأنه على الصباح مع 6 تقريبا تلقاو ليه الشفارة يعني الوجه ديالو حفظه الله، ولكن للأسف الأذن ديالو مقسومة على جوج، يعني شفروك وضربوا وكون عايش فروك ويكون عايش فرون كون عايش فروك وما يديرش قد الحالات. هما دابا هما ضربني وعاود عاد شفرني، عاد بدا واحد شاد جنوي وواحد تا يجري فيك. عاودينا بالضبط اشنو وقع؟ انت دابا على المباشر. اها دابا انا على المباشر قلت لك انا يلاه جاي من الخدمه كيف كوايا تعرض المنطقه المنطقه بالضبط، عطيني البلاصه اللي كانوا فيها من من الورده لهنايا عند عند القنطره ديال سكات الماشينه ما بين سيد البرنوسي وسكات الماشينه. جاي طالع فيك في ناس وما حسيت بها واحد الجوج، عاد تهودوا خرجوا من الربيع هودوا لي ماشيين في الربيع جايين في الربيع كاينين في الربيع. انت غادي قلت لي ب جاي طالع فيك على البيت انا ما سيدي انا صاحبي ما عاد يزير غادي مهود الخدمه وداك الشيء. عاد جا وقف لي عاد 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 رجليا عاد البيكاله ما حسيت بها، حتى جبد جنوي وحينا براسي ما كاين لا السلام عليكم لا والو. وعليكم السلام. اه جبد قال لي جبد داك الشيء اللي عندك. اها صافي ولا هذاك واحد شاد جنوي تي شاد واقف عليا ما مخلينيش وانا طايح الارض، والاخر بالك تيجبد جبد تليفون جبد البسطان فيه البسطان فيه كارت كيشي فيه لاكارت فيه فيه الفلوس فيه لا لا دوري كلشي. وانت واش قاومتهم ولا شنو؟ ما قاومتهمش انا دابا غيبني هو، انا كنا قاومت بقى فيا الحال انا ما قاومتش. دابا الوقت اللي جا هو ما عندي انا صافي هادو ما عذبوا محنا ولا شي حاجه. لا اله الا الله. انت بعدا راك انا ما فهمتش علاش كيشفروا وكيضربوا. ودابا هو خصو يضربك باش تغيب انت باش يدير هو ما بقى. لا جيتي لا ما جاش يضربك، راه تغي تقاومه غادي تضرب انت وياه، خصو يطيحك. فهمت. وانت انت اصلا خدام بالحد يعني غير عساس بالليل. ياك؟ نعم. انت مقاتل غير مع ما تجيب لولادك ياكلهم. هذاك الشيء اللي كاين. ايوا هما سلطهم علينا الله وصافي. وشنو بقى شي طايح تما؟ لا بقى لا شويه هذيك الساعه ملي درت زادوا هما حاليا، زاد هذيك الساعه ملي زادوا هما يا هذيك الساعه هزيت انا البيكاله قلتها وقف واحد السيد حتى هو قال لي ياك ما كاين باس ياك ما كاين باس، قلت لها وقعوها وقعوها وقع راه جاوني الشفاره وقال لي الحمد لله على سلامتك صافي وطلعت حالات. دابا انت مضروب في الودن؟ اه مقسوم عليا الله يلقى لهم من عندي انا بعدا. يجعل صدر قوي كيما تعدى هنا الله يتعدى عليه. مشيتي للسبيطار بعدا؟ لا السبيطار مشيت منصور، منصور دقوا لي واحد الشوكه صيفطوني ل 20 غش قال لك لا خصك هذا الحاله ما عندناش حنايا. شفتي المستعجلات؟ المستعجلات ديال 20 غش. اها عاد مشينا تما كانت عاد خيطوا لي وهذا ما عمروا لي النيت. شحال عطاوك الشهاده الطبيه؟ لا والله مازال ما قريتش ما عرفتش شحال عطوني فيها. ولينا باقي ديال القرايه نقرا في داك الشيء. فين غادي تقرا؟ ما عرفتش والله ما عرفتش دايرين فيها الشهاده الطبيه. ما عرفتش كون مشى لك الوجه كامل ولا جات لك في العرق ولا شي بلاصه. ما فهمتش علاش ما كيخموش وشو ما كانوا سكرانين ولا شنو هادو؟ وشكون عرف؟ الانسان اللي هاز المضى وهاز راه غادي يكون مفوت كاع مطرقب كاع داير الله اعلم. ولادك مساكن؟ الولاد ما ملي دخلت عندهم تا هما شكر عافيه في حاله راه ملي طليت عليهم راه عامر دم كل غايت بالدمايات
الحوايج راه حيتهم، راكم تشوفوا هذوك الحوايج اللي راه عادي تصاور، راه كون تشوف داك الشيء راه تخلع ولا تتخلع. اذا دابا خاصنا نصحوا الناس هاد البلاصه هذه، البلاصه راه فيها يردوا حتى داك العساس اللي كان قبيله قال لك راه كيشوفهم تما، راه كاين شفاره فيها بزاف، شفاره بزاف وكيغريسيو وكيتعداو على الناس. دابا كون طاحوا في شي بنت مسكينه غاده للخدمه اللي جا قدام ما يرحموش، ما يرحموش حتى واحد اللي جا قدام. والظلمه والظلمه راه قبل الفجر، راه السته عرفتي السته راه مع الفجر، وقبل الفجر السته هي الخمسه القديمه، هي الخمسه القديمه. على سلامتك عمي. شكرا خويا، لان كنشوف هاد الضربه هادي ربي راه دار لك حتى ولد الخير. هذا هو اللي كاين اخويا. درتي الشكايه ديالك؟ يلا غادي نمشي دابا عند البوليس ندير الشكايه. ما كاينش كاميرا تما، ما كاين والو. لا لا ما فيها لا كاميرا. وما عارفين فين اللي كيوقفوا. هذه البلاصه ديالهم هما، راه ديما السيد اسمع ديما. اجينا شناتي. ديما السيد قال لك راه هي البلاصه ديالهم، قال لك ماشي غير حتى الاول، قال لك راه ديما كيجريسيو، قال لك انا كنبيع الديطاي، قال لك انا عارفهم واحد واحد، راك سمعتي بغا يدير معنا السيد جواب ساعه واقيلا كنحشم ولا داك الشيء. وراه يخاف على راسو، لا يولي حاضيها فيه شي واحد. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي ومن الساكنة ديال البرنوسي، فحميو راسكم وحدو راسكم، لأن هذا المكان كيف قلتي ولا كيشكل خطر. وما قلتي جات تخشوا من هنا ولا شنو؟ إيه وراه ما بين القنطرة ديال سكات الماشينة والكرياج ديال سيد البرنوسي. ما بين سكة الماشينة والكرياج. تما فين كيكونوا هما بعدا. المهم أنا بعدا خرجوا لي اليوم، أنا ليامات عمري ما شفتهم، ولكن أول خطرة خرجوا لي تعداو عليا. واش بغاو عندك؟ بانت لي مفك الفلوس، تقول لهم انا جاي ضارب تمارا الليل كامل ونعاس. عدوا التليفون وما يضربونيش، هذيك الضربه هي اللي دابا راه ما كاينش ما وراها، دابا راه واقف بزز والله العظيم. وسير اخويا سير، شوف دير الشكايه ديالك. والله يجيب لك الشفاء، يلاه يجيب لك الشفاء ان شاء الله. بزاف كنشكروك. مرحبا مرحبا عمي، مرحبا مرحبا مرحبا، الله يجيب لك الشفاء يا ربي. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، حميو راسكم، كنتكلموا على الساكنه ديال البرنوسي. هاكا شريف ديالك هادي، سير عمي الله يحفظك وينجيك على سلامتك. الا كنشوف هاد الضربه هادي كون جات في شي بلاصه حساسه مثلا كالعنق كانت غتكون كلام اخر. للاسف في هاد المكان كاين السكه القدام هنا فين وقعت هاد الكارثه لهاد السيد. الله يحفظ وينجي لوليداته، والله يحفظ جميع الناس اللي غادي مساكن الخدامين ولا اللي غادي في الدراسه ديالهم، لان الست صباح هي الخمسه القديمه هي الظلمه والخلا، بالخصوص يوم الاحد كتكون الحي الصناعي القليل ديال الشركات اللي كيكونوا خدامين. فالله يحفظه وينجيه، تبارك الله عليكم مشاهدي قناه شوف تيفي، نهاركم مبروك.